ولكن جو المباراه جو الكونغو من ساعه ما بتروح لغايه لما بتسافر بيبقى الامور صعبه شويه. عندنا ارقام النهارده هنتكلم عنها احمد. في معنا ارقام حصاد لدوري ابطال افريقيا. اتفضل. في ارقام ابرز اللعيبه، جايبين ابرز اللعيبه وابرز الفرق لغايه دلوقتي. ماشي كل ده ورق ماشي. دكتور دكتور صحيح هو دكتور اول حاجه. انا عايز تبقى تلبس نظاره بعد كده اشوف الدنيا ايه. نبدا الاول بمصطفى شوبير. مصطفى شوبير واخد اعلى تقييم في دوري ابطال افريقيا لغايه دلوقتي، اعلى لاعب تقييم. معانا الصوره موجوده على الفاينل، هنلاقي ان مصطفى شوبير اعلى لاعب واخد 8 من 10. اوكي دي ارقام مصطفى شوبير. طبعا مستقبل حافظ على نظافه شباكه للمباراه الخامسه على التوالي في دوري الابطال، تصدى للتسديدات في قدام شباب بلوزداد 5، قدام ميدياما 5، قدام يانج افريكانز 4، قدام سيمبا هناك 7، قدام سيمبا هنا 3. تقييماته 8.1 قدام شباب بلوزداد، 8.2 قدام ميدياما من 10 طبعا، قدام يانج افريكانز 7.7. نجيب باقي الاحصائيه، هنلاقي قدام سيمبا جايب 9.1 من 10، وقدام سيمبا 6.9. فدي تقييمات مصطفى شوبير. في صوره معانا كمان اللي هي فيها التقييمات، هنلاقيها موجوده على الفاينل. اوكي هنلاقي ان هو واخد اعلى تقييم مصطفى شوبير في البطوله حتى الان 8 من 10، وده رقم مهم جدا لان الناس برضو كان اهو دي اعلى 10 لعيبه لغايه دلوقتي في دوري ابطال افريقيا، منهم 2 من النادي الاهلي. مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم. أوكي. رقم 7 واخد 7.4. طبعا في ياسين مرياح من الترجي، في سعيدي من سيمبا، في زوا من يانج افريكانز، مكوينا من سان داونز، فرانك زوزوا من يانج افريكانز، ديارا الحارس بتاع يانج افريكانز اللي هو من مالي، وفي الجول كيبر برضو بتاع جالاكسي البوتسواني، وفي ستيفان عزيز اللي هو صانع الالعاب بتاع يانج افريكانز. نجيب بالارقام ابرز الارقام السنه دي في لغايه دلوقتي، هنلاقي ان اكتر لاعب عمل ارقام دوري ابطال افريقيا حتى نص النهائي، اكتر لاعب عمل محاولات لغايه دلوقتي ستيفان عزيز اللي هو شاط الكره اللي جت اللي عدت الخط دي في من يانج افريكان، عامل 26 محاوله. نبص على الرقم المهم ده عشان ده مهم جدا، اكثر صناعه للفرص مين؟ ابراهيم كيتا اللي هو الباك اليمين بتاع مازيمبي، صانع 19 فرصه، اكتر لعيب صانع فرص اوفرات كلها اكيد. لان هو حتى كمان في الاكتر عرضيات صحيحه هتلاقيه هو ابراهيم كيتا مازيمبي 18 عرضيه صح. ده مهم التركيز عليه في ماتش الاهلي ده طبعا لانه هيلعب في جبهه معلول. الاكثر تمريرات صحيحه ياسين مرياح في الترجي 511، الاكثر مراوغات ناجحه زوزو في يانج افريكانز، الاكثر تدخلات دفاعيه مين؟ رامي ربيعه. رامي ربيعه اللي عامل مباريات ممتازه في الفتره الاخيره، موسم رائع الحقيقه لرامي حتى وعوض غياب ياسر. الاكثر تشتيت للكوره ده مدافع اسمه انتوني بيلعب في اسك 43 مره. الاكثر عرضيات صحيحه قلنا ابراهيم كيتا، الاكثر فوز بالتحامات ثنائيه جوناثان تورو اللي هو من هندوراس من بيلعب في بترو اتليكو 64 التحام، الاعلى تقييم مصطفى شوبير 8 من 10. الحقيقه انا برضو لفت نظري ان الترجي له ارقام جيده، او لاعب بعض اللاعبين من الترجي لهم بعض الارقام الجيده، على الرغم من ان انا كنت بشوف الترجي مش هو ولكن يظل الترجي. الحقيقه الترجي عنده خبرات افريقيه كبيره، وبعدين الجمهور عندهم بيحمس يعني قدام سان داونز. ليه؟ لان هم في منافسه ما بين الترجي وسان داونز على التاهل لكاس العالم 2025. صحيح. ولو الاهلي اعتقد لو الاهلي كسب الاثنين يتاهلوا تقريبا، الاثنين يتاهلوا للنهائي، الاثنين يتاهلوا. لا لو الاهلي بس تاهل للنهائي الاثنين يتاهلوا. يعني لو مازيمبي خرج، اهم حاجه ان مازيمبي ما ياخدش البطوله، ودي برضو هنقولها دلوقتي في كاس العالم 2025 في الفرص يعني. طيب نكمل الارقام بتاعت افضل الفرق بقى. اقوى خط هجوم في البطوله حتى الان النادي الاهلي، النادي الاهلي وسيمبا ويانج افريكانز، دول 9 اهداف مسجلين 9 اهداف. اقوى دفاع الاهلي وصن داونز استقبلوا هدف واحد، اذا الاهلي اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، واكتر فرقه صنعت فرص النادي الاهلي برضو 23 فرصه. اكتر فريق استحوذ على الكوره صن داونز 66.8 من 10. اكتر فريق بيعمل عرضيات مازيمبي، ودي برضو نعمل عليها دايره عشان مباراه الاهلي الجايه، دليل ان هم فريق عرضيات. الاكتر حصول على ضربات ركنيه الترجي، بياخد 6.2 ركنيه في الماتش الواحد. اكتر فريق خرج بشباك نظيفه حتى الان الاهلي، سان داونز، الترجي، بترو اتليكو، 7 مباريات بشباك نظيفه. فاذا النادي الاهلي ارقامه ممتازه يعني موجود في اكتر من حاجه. شوف كابتن مع الارقام دي بتلاقي برضو ان عادي جدا الناس تقول ده الاهلي مش مستواه السنه دي. لا لا ده الماتش اللي فات ايه الماتش اللي فات